بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عندنا مفاجأة، بقالنا كتير جدا في السوق المصري مش لاقيين ترس. عندنا النهاردة الترستين مميزين جدا جدا جدا. عندنا الترسة اللي بقالها كتير كتير مش موجودين في السوق المصري، وهي الترس الريد آي. الترس اللي بتيجي من تايوان ومن سنغافورة، وبقالها فترة طويلة للأسف مش عارفين نجيبها. عندنا منها حجم أمهات كبيرة زي ما انتوا شايفين. أنا عايز أقرب لكم الفيديو، أقرب لكم الكاميرا وتتفرجوا كمان على السلحفة. السلاحف ديت أو الترسة عندها القدرة إنها تنزل تحت المية لوقت طويل جدا، تقدر تكتم النفس تحت المية، وبعد وقت تقدر تاخد نفس عميق فوق المية وترجع تاني تنزل تحت المية. الترسة الريد آي، وهي بتتميز بالخطين الحمر اللي عند الودان. ترسة بتعيش في المية العذبة، ترسة بتعيش في المية العذبة. زي ما قلنا بنجيبها من سنغافورة، من تايوان، من تايلاند. الدول دي كانت بتجيب لنا ترس بكميات كبيرة وبأحجام متفاوتة. للأسف في الفترة الحالية بقالنا فترة مش لاقيين. زي ما احنا شايفين كده الريد اير من الترس اللي كانت بتيجي دايما بكميات كبيرة من سنغافورة ومن تايلاند ومن تايوان. ريد اير مش ريد اي، معلش انا قلت ريد اي يعني غلطت غلطة صغيرة، تمام؟ ريد اير لان الودان بتبقى لونها احمر على الجنبين زي ما احنا شايفين. الغذاء بتاعها بيكون اكياس بلت مخصوصة للترس، زائد لو في سمكة ميتة او كبد بدمها نقدر ان احنا نقطعها قطع صغيرة ونرميها لها في المية. كمان عندنا الترسة الإفريقية اللي بتيجي من الدول النيلية زي موزمبيق، زي زئير، زي دول النيل اللي هي موجودة في إفريقيا. الترس اللي عندنا ولد وعندنا البنت زي ما انتوا شايفين. هنا بقى نلاقي الترسة ديت مختلفة تماما في الشكل. الترسة هنا بنلاقي لون القوقعة بتاعتها سادة، او الصدفة بتاعتها سادة، بطنها سادة، الرقبة بتاعتها عريضة، الرقبة بتاعتها عريضة زي ما احنا شايفين. شايفين يا جماعة برضو نفس الخواص بتاعت الترسة المائية اللي احنا قلنا عليها بتاعت الريد اير، هي نفس الخواص بتاعت الترسة النيلية اللي هي الرقبة بتاعتها سادة ما فيهاش اي خطوط حمراء، تقدر ان هي تاخد النفس العميق وتنزل تحت المية لفترات طويلة. اللي عنده الهواية ان يربي حاجة مميزة معمرة بتعيش لـ200 و300 سنة، يجي يشوف الترس اللي موجودة عندنا، سواء الترسة الريد اير او الترسة السادة في اللون وهي الترسة النيلية. قدرنا اللي احنا نقول الترسة الاسيوية عندنا والترسة النيلية الافريقية موجودة عندنا. الناس اللي حابة تقتني الترس موجودة عندنا. سبحان الله زي ما انتم شايفين عندها القدرة انها تعيش تحت المية لفترة طويلة وهي كاتمة نفسها، لان هنقول عليها ترسة او سلحفة بر مائية. هي المسمى الطبيعي بتاعها سلحفة بر مائية. طب ازاي نميز الذكر من النتاية في السلحفة البر مائية او الترسة؟ بنلاقي ان ديل الذكر بيكون طويل طويل زي ما احنا شايفين، اما ديل البنت او الانثى او الفيميل بيكون الديل قصير. زي ما انتم شايفين كل ده موجود عندنا في محل كوكتيل بيضا منهور. للتواصل 011 40 80 70 60، ويفضل يكون واتساب. العنوان بتاعنا محافظة البحيرة، مدينة دمنهور، شارع عبد السلام الشاذلي، بجوار الكوبري العلوي.
احنا تحت امركم في محل كوكتيل لعصافير الزينة واسماك الزينة والحيوانات الاليفة بدمنهور. والسلام عليكم ورحمة الله، وبإذن الله تكون سنة سعيدة علينا وعليكم، وهي سنة 2023.